اوكي وصلت البحرين وامي وابوي ما يدرون واسيل ونعيمه سبقوني البارح. اوكي بعرفهم وينهم الداخل. نديهم نديهم بسرعه. اهلين قاعد ياكل فاجئ انا ابوي الحين باقي نفاجئ امي بالمطبخ الخارجي طبعا كالمعتاد يا تعجن يا تلف. هذا اليوم يا مساء الورد الا ايوه لا اسيل وريكي ريكي اسيل متخبي منك خايف منك شكله تحت الطاوله. انا مو راضي اتشقلب. أسيل وريكي ريكي أسيل متخبي منك خايف منك شكله تحت الطاولة. أنا مو راضي أتشقلب. أسيل الذكريات اللي ماما طلعتها. هذا الفستان كان عمري سنة ماما خيطت لي اياه كله شغل ماما. واتذكر لولو ماما عملت درجين كمان نفس الفستان كان عمري سنة. وهذا الفستان لبسته باول عيد ميلاد لي كمان لما كان عمري سنة. ماما جالسة تطلع لي كل الذكريات. ايش الاناقة ايش الجمال ايش النظرة والكحلة السوداء والشعر الطاير. مش قادر سوري ريكي.